يا إسماعيل بن إبراهيم زوجتك وأنكحتك مخطوبتك الشريفة كريمة بنت أحمد بن عبد القادر الجفري أمرت تطبيقها ونكاحها لمرء المذكور. آمين. يا إسماعيل بن إبراهيم الحسن أزوجك وأنكحك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان زوجتك وأنكحتك مخطوبتك الشريفة كريمة بنت أحمد بن عبد القادر الجفري العادل وليها في تزويجها منك بما هو 110,000 روبية إندونيسية نقدا قبلت تطبيقها ونكاحها لمرء المذكور. آمين. هذا هو القبول والتمام والرسول والمعمول والى الله صلى الله عليه وسلم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اللهم الف بين العريس والعروس كما الفت بين ابينا ادم وامنا حواء. والف بينهما كما الفت بين ابي الانبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام وزوجته هاجر. والف بينهما كما الفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه الطاهرات امهات المؤمنين.
وألم بينهما كما أشرت بين المعبودين اللهم أخذ منهم الكثير الطيب ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Thank you.